ما حدش يجيب لتر والكلام الفارغ ده، هات استخدام شخصي لابنك او بنتك وفقط. ربنا يكون في عون وزاره التربيه والتعليم، ويكون في عون الطلبه والمدرسين، وكلنا على الاخر تعبانين وضايعين فمش ناقصين. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حلقه جديده من حلقات قناه خطابيط على اليوتيوب. الدروس الخصوصيه، بص يا جماعه، السناتر فاتحه اوريدي، مفيش اي حاجه خالص، وكل الدنيا شغاله، ومفيش اي مشاكل خالص، ولا كورونا ولا غير كورونا. الناس بقى تقعد تتكلم وتقول لك لا مفيش دروس، لا ده حقيقي، والسناتر مفتوحه، والسناتر دي بتبقى عباره عن شقق في عمارات، وبتتقفل الشقه ومتشكلين على كده، وعشان يأمن نفسه بيبقى واخد الدور اللي هو فيه الشقة كلها بتبقى متاخدة أساسا، وهم شغالين كده مع نفسهم. فمشكلة الدروس الخصوصية لسه موجودة، والسناتر لسه موجودة. فين بقى الرقابة؟ فين الحوارات دي كلها؟ محدش عارف. طيب هو سؤال واحد بس، يعني خلوا الدراسة يومين في الأسبوع، أيوة هنعمل إيه بقى في اليومين؟ يعني هو سؤال، هو تعالى نتكلم على الكيجي اللي هو المفروض فيه اهتمام أكبر. الكيجي، أنا بنتي في كيجي KG2، وعندي توينز ما شاء الله في اولى اعدادي، هيروحوا دول يومين في الاسبوع ودول يومين في الاسبوع، دول يومين مختلفين ودول يومين مختلفين. يعني انا مطلوب مني اروح كده 4 ايام في الاسبوع، اروح اجيبهم واوديهم. طب اوكي مفيش مشاكل خالص. طيب هو انا عايز اسال سؤال بس، هي الدروس اللي انتوا سايبينها كده عادي مفيش مشاكل خالص ومتسابه، وفي تجمعات للطلبه، والمدرسه هي اللي فيها مشكله؟ يعني احنا لما نبقى يومين في المدرسه عادي، طب ما انا بدي 4 دروس، ال4 دروس دول بقى حكايتهم؟ في تجمعات 30 طالب قاعدين، ولا 20 طالب او 15 طالب اقل حاجه، ال 15 دول قاعدين في حجره نوعا ما، بصراحه في تكييف، بس احنا قلنا ان التكييف برضو مشكله مع كورونا. يعني احنا بنحل ولا بنعمل ايه؟ مش فاهم. طيب ما نلغي بقى الدراسه بقى ونوفر ونخلينا في الدروس، يعني انا ما هدفع دروس وادفع مصاريف مدرسه ليه؟ طب ما توجعوش دماغنا بقى، خلونا كده اساسا نوفر مصاريف المدرسه ونخليها للدروس، وكده كده الخطر الموجود هنا والخطر الموجود هنا. طيب تعالى بقى الدروس، وعايز اقول لك الاب اقسم بالله تعب ومجهود. يعني انا قاعد دلوقتي مستني ولادي في الدرس، قاعد في الشارع، ما هو الدرس ما بالشرط يبقى جنب البيت، غالبا بيبقى بعيد عن البيت، فلازم مطالب ابقى اروح المدرسه اجيبهم اوديهم الصبح وارجع اخدهم واروح البيت وارجع تاني من البيت ارجع اوديهم دروس، واقعد في الشارع ساعتين اتنين. انتوا متخيلين؟ يعني هنقعد في الشارع ساعتين. طيب دورات المياه بقى، احنا ما اتكلمناش بقى دلوقتي عن دورات المياه الموجوده في المدارس. طبعا ما حدش يقول هيبقى فيه اهتمام وفي نظافه، اذا كان في الايام العاديه ما كانش فيه اهتمام ولا كان فيه نظافه. عايزين تقنعوني ان هيبقى فيه اهتمام وفي نظافه؟ مشكله كبيره جدا، اقسم بالله مشكله كبيره جدا. هو احنا ليه خانقين نفسينا؟ يعني احنا ليه بنخنق نفسينا؟ طب هي الدراسه بدات في اوروبا؟ طب هي الدراسه بدات في الدول العربيه؟ طيب الدراسه اوكي، طب والجوامع اللي احنا سايبينها يا جماعه؟ انا مش عارف، انا دلوقتي الظهر والعصر مش عارف اصليهم، طول النهار بره البيت، ومش عايز مش عارف اخش جامع عشان اتوضى. نفتح بقى دورات المياه، يعني انا في النادي تخش تاخد تنزل البسين وتطلع من البسين تاخد الشاور بتاعك، وفي تجمعات طبعا شاور، ما هو انت بتلمس الحنفيه وغيرك بيلمسها، وده بيلمس وده بيعمل، وشاور واماكن زي كده. طب ما دورات المياه والدش والاستحمام موجود في النادي، طب احنا عملنا ايه؟ انا مش عارف، يعني احنا عملنا ايه؟ يعني النوادي مفتوحه اوكي، الواحد يخش يستحمى كمان، يعني ياخد الشاور ويظبط نفسه ويطلع ويغير بسين، ولكن الجوامع لا، ارجوكم يا جماعه، نداء والله العظيم، افتحوا بقى خلاص، يعني افتحوا بقى دام في، تم الطلبه والطالبات والتلامذه كلهم هيخشوا ياخدوا يخشوا دورات المياه، فنفتح بقى. طيب عشان انا مش عارف اصلي، اقسم بالله ما عارف اصلي، وانا ظهر وعصر هو عمال اروح البيت، هتبقى المغرب، بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ الصلاه بنعمل ايه يا جماعه؟ طب المدارس دي ايه نظامها؟ طب ما في المدارس ديت هيروحوا اعدادي مثلا يومين، وهيروحوا ابتدائي يومين، وهيروحوا كيجي يومين. طب ما احنا كده شكرا، يعني اعدادي اساسا كده رحمه شويه، ليه؟ عشان اعدادي ثلاث اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالثه اعدادي، لكن ابتدائي سته. ده بنرجع طب من نظام الـ5 سنين. طب بلاش بقى نلم بقى شويه، نلم
نظام من خمسه ابتدائي وخلاص وخش اعدادي بعد كده، يعني نرجع بقى طيب يعني نلم الامور شويه، طالما الامور الدراسيه كده بايظه فنلمها. لكن احنا هنفضل كده حرام، والله انا مرعوب جدا من الدراسه، اقسم بالله مرعوب جدا من الدراسه، يعني انا نفسيتي تعبانه جدا من حكايه الدراسه دي، نبقى في قلق وفي رعب وخوف على اولادنا. طب ما نفتح بقى يعني، ما نخلينا خلاص بقى عادي بقى، يعني هي القصه ان احنا يعني بنعذب في نفسنا، نفتح بقى الدنيا ونشوف ايه اللي هيحصل، ما نقعدش بقى قافلين وخايفين وقلقانين على الفاضي وبنصرف مصاريف على الفاضي. لا تعالوا بقى، في قصه بقى حلوه عايز اقول لكم عليها، عايزين من كل واحد من كل طالب لتر، لتر بحاله، لتر بحاله كحول ومطهرات وكلور. وطيب يعني لو هو كيجي رايح 20 واحد 25 واحد يبقى 25 لتر كحول، انتم متخيلين 25 لتر كحول؟ ما انت بتستخدمها امتى يعني، هتستخدمها امتى الحاجات دي؟ ده حرام حرام، ده غير الشنطه بتاعت المدرسه اللي عشان يروح بيها يومين، ده غير الزي المدرسي، ده غير الكتب، ده غير الكتب الخارجيه اللي احنا جبناها في الترم الثاني دوت وراحت علينا خلاص، وب 500 600 700 جنيه 1000 جنيه كتب خارجيه، وفي الاخر وكشاكيل وكتب على الاقل ب 1000 ونص، كل ده راح اونطه الترم اللي فات وعادي جدا، وبدانا ترم جديد وبرضه هنضيع فلوس. فارحمونا ولما محدش يقول يا جماعه اولياء الامور كلهم اللي يقول لكم هاتوا كحولات والحاجات دي كلها، ما تجيبوش، او على الاقل هاتوا النسب الصغيره بتاع الثمن الشخصي بتاع الطفل، ما تجيبوش بزياده، يعني الطفل بتاعك يبقى معاه الكحول بتاعه ومعاه الادوات بتاعته ومتشكرين قوي كده. محدش يجيب بقى حاجات اوفر، لتر لتر ليه؟ يعني ليه لتر مطهر لتر بحاله كحول؟ انتوا عارفين اللتر بكام؟ ده داخل ب 200 جنيه اللتر. فارحمونا شويه يا جماعه، والله والله المدارس دي يعني ترحمونا شويه، احنا مش ذنبنا حاجه ان ما انت خدت المصاريف خلاص بقى، يعني ما تبرحناش قوي يعني. لا كل واحد يا جماعه يجيب الاستخدام الشخصي لابنه من الكحول، ما حدش يجيب ازيد من كده. سامعيني؟ طبعا في اولياء امور مشتركين معايا في القناه وفي نفس المدرسه بتاعت ولادي، رجاء ما حدش يجيب اكتر من كده ولا كحول ولا مش، خلي الاستخدام الشخصي بتاع ابنك معاكي. ما تزوديش بقى، بلاش تجودي. اللتر والكلام ده كله والادوات الصحيه والحاجات دي كلها، لا ادي ابنك او بنتك على قد الاستخدام الشخصي بتاعه، ما تزوديش عن كده ماشي، عشان هي مش هتبقى ايه ده ايه يعني ثالثه سته ابتدائي بكام فصل؟ شوفوا هناخد بقى 300 لتر كحول ولا ايه؟ يعني المدرسه كلها كام؟ بتاع 2000 طالب مثلا، 2000 طالب ولا 1000 طالب، 1000 لتر كحول، ده انتوا هتتاجروا فيهم؟ ده انتوا تقفوا قدام مدارس بقى تبيعوها ولا ايه؟ فرجاء بس ونبني ما حدش يجيب لتر والكلام الفارغ ده، هات استخدام شخصي لابنك او بنتك وفقط بس، وربنا يعدي الترم ده على خير والسنه دي على خير، وانا متوقع شهر بكتير الله اعلم يعني، ربنا يكون في عون وزاره التربيه والتعليم ويكون في عون الطلبه والمدرسين، وكلنا على الاخر تعبانين وضايعين فمش ناقصين. كان معاكم هاني، شكرا ليكم وتحيه لكل اب وكل ام وكل طالب وكل طالبه وكل تلميذ وكل تلميذه، ربنا معاكم، سلام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.